السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه ديال البرياني بالدجاج. كي كنعرفوا بان هذه الوصفه فيها بزاف ديال الانواع، يعني ماشي غير وحده، دونك الواحد وطريقته كيفاش كيديرها. انا غادي نديرها معكم بطريقه مبسطه. دونك غادي نحتاجوا هنا معلقه ديال الملحه، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم، جوج فصوص ديال الثومه، وهنا ضامه ديال المرقه ديال الدجاج بالاعشاب، وهنايا ورقه سيدنا موسى او ورقه الغار. وهادو هما التوابل ديال البرياني. من بعد غادي نحتاجو الدجاج. انا خديت هنايا الدجاج اللي هو حيت ليه جلده لودو ديال لي كويس، وانتم خذوا لي كويس اللي بغيتو. وهنايا اللوز والغاز قليتو، هنايا جوج مطيشات محكوكين، وهنايا معلقه ديال معجون الطماطم وبصله، زيت الزيتون وزيت المائده، وهنا الرز. فوالا، هادو هما المقادير. كي قلت لكم بسيطين. ودونك غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذوا البصله، دابور ناخذ زيت الزيتون، ومن بعد نضيفوا ليه البصله والثومه والمقادير كاملين، ونخليكم على الطريقه. هنا الدجاج ديالنا تقلى مزيان كي كتشوفوا، ما نقول لكمش واحد الريحه اللي طالعه منه غزاله، هذوك التوابل وكل شيء. دونك كنضيفوا ليه شويه ديال الماء، واحد الكويس ديال الماء يكون الماء سخون، ومن بعد نخليه يطيب على خاطرو على عافيه مهيله. الدجاج ديالنا وجد كي على هذا الشكل هكذا، كنخلي فيه شي شويه ديال لاصوص باش نسقي به الرز. هنا غادي ندوز، غادي نحضر الرز. دونك غادي ناخذ هنايا زيت الزيتون، وغادي ناخذ هاد التوابل، غناخذ غير هاد النمويره هادي وورقه سيدنا موسى والقرفه سيتو، لان ديجا الدجاج معطر، وكنضيفوا ليه الملحه صافي. وكنشدوا داك الرز ديجا هنا غسلته وخليته منقع واحد شويه، وكنخليه يتقلى حتى هويا حتى كيبدل شويه ديال اللون، وكنضيفوا ليه الماء وكنخليه يطيب. الرز ديالنا بدا كيقرب يطيب. كناخذ هذا الزعفران الحر، هذا الزعفران ديال ايران،
غادي نجربو اول مره، غادي نشوف واش مزيان ولا ماشي مزيان. دونك كنخلطو بشويه ديال الماء وكنكبو على هذا وغادي نشوف. مي بروبابلومون كيبان لي ماشي تلتما، دونك ما عطينيش داك اللون. انا بغيت ندير الروز مواتي ابيض ومواتي صفر، دونك داكشي علاش. دونك هنايا زدت شويه ديال الكركما باش نعطي اللون، لان هذاك فينالمون ما صدقش. وها هو البرياني ديالنا وجد على هاد الطريق هذا. زوقته هنايا باللوز وبالزبيب وبزاف ديال الحوايج هنايا، وزدت لي حتى من البرقوق حتى هويا. وهذا هو الدجاج ديالنا، خليت فيه شويه ديال لاصوص كي قلت لكم باش نسقي به هذاك الروز. دوك يجي على هاد الشكل هكذا، لا في اللون ديالو لا في الطعم ديالو ما نقول لكمش غزال. دونك الروز كيجي كي قلت لكم على شي نص ابيض ونص صفر. دونك فوالا، نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجباتكم ونخليكم على خير، وان شاء الله موعد اخر.